اهلا وسهلا، صباحكم سعيد وصباحكم حلو بحلاوة قلوبكم والنفسية. اليوم هي محتاجة سفر ومحتاجة ناس حلوة ومحتاجة كمان أكلة طيبة، وبالأخص إذا كانت أكلتنا شش برك فلسطيني على أصوله حسب ما سمت ضيفتنا، بالإضافة إلى صواني الأزحة الفلسطينية على أصولها طبعا بالقطر من تحت إيدين ضيفتنا الكريمة. خلال الأسبوع الماضي وردنا اتصال على الهواء مباشرة وطلبت تكون أحد ضيوفنا، وأكيد إحنا الباب مفتوح للجميع، وهاي هي رسالة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، دعم السيدة الأردنية وسيدة المجتمع المحلي بمختلف القطاعات إن كان بالطبخ أو بغيره. فأهلا وسهلا بالست شفاء جبريل، نورتنا من الزرقاء تحديدا. صحيح، أهلا من الزرقاء، نورتينا ست الكل. صباحك ورد، أهلا وسهلا. صباح الورد والياسمين، يسعد صباحكم بكل خير وسعادة يا ربي. شكرا لاستضافتكم اليوم في يوم جديد، ونعمل إن شاء الله اليوم شش برك وصينية كزحة. نعم. على بركة الله إن شاء الله. قولي، احنا ما بدنا نخجل ولا بدنا نخاف، الكاميرا هي حدا كثير فرندلي، هيك كل ما حبيت الكاميرا الكاميرا بتحبك، فاحنا بنحبك كمان حبيبتي. والله انا اكثر، والله والله انا مبسوطه بطبختك. الله يسعدك. والله انا اكثر. اهلا وسهلا فيك. الله يسعدك يا رب. يعني ست شفاء يسعدك يا رب، حبيبه القلب. ست شفاء تركت رقمها تحت الهواء وتواصلت معنا، وكان لنا الشرف اكيد باستضافتها اليوم. حالها كحال اي سيده بيكون لها رغبه بوجودها معنا بمطبخنا الكريم. مطبخنا اكيد بوجود الضيوف وبوجود الزملاء لا بزيد تألق وجمال وحلاوة ألوان وحلاوة المضمون بوجود شركائنا بمطبخ يوم جديد. عدة شركاء من تجار المواد الغذائية من أبناء الوطن الغالي، يعني المنتج يصنع ويعبأ في الأردن ويتم تصديره إلى الخارج، فهاي بحد ذاتها عبارة عن شيء جميل إن شاء الله إنه يحصد لهم وإلنا. فأهلا وسهلا بكم من جديد وصباحكم سعيد، وبسم الله وعلى بركة الله نبدأ. رح ناخذ مقادير الششبرك، أنا رح أتابع معكم من خلال المباشر أي سؤال أي تصبيحة أكيد نتابع معاكم، وكمان بنستقبل اتصالاتكم مباشرة من خلال الاتصالات المباشرة عبر الهواء مباشرة. نطلب من الزملاء إظهار أرقام الاتصال والتواصل معنا. أهلا وسهلا فيكم، ورح نشوف المقادير وبعدها نطبق طريقة الششبرك من تحت إيدين الست شفاء جبريل. يلا المقادير على الشاشة لتحضير الششبرك على أصوله. لتحضير العجينة بدنا نص كيلو طحين متعدد الاستعمالات من طحين الجمل، معلقة صغيرة من ملح الكسيح، ماء فاتر وزيت نباتي. أما بالنسبة للحشوة فإحنا بحاجة إلى نص كيلو من اللحم المفروم الخشن، عجل يعني مثلا بزبط، بصل مفروم ناعم، فلفل أسود، ملح من الكسيح وزيت نباتي. أما بالنسبة لللبن اللي بدنا ننزل فيه الششبرك فإحنا بحاجة إلى نص كيلو من اللبن الرايب ونص كيلو من لبن الشنينة. والقدحة للتقديم بدنا كزبرة خضرة فريش مفرومة وثوم مهروس، بودرة مرق دجاج. أما للتقديم لنقدمها إحنا بحاجة إلى لوز محمص، بقدونس مفروم، ويمكن إضافة طبعا اللي هي الأرز المفلفل. يلا بلشنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل اللبن، بقولوا لها الحاجيات بدنا نسن اللبن. نسن اللبن، يلا نسن اللبن. قولي بسم الله. تمام ستي، ابتسامه وسعاده والحياه حلوه والاكل جميل وكل شيء طيب. فسالي وانا نص كيلو لبن بنضيف عليه معلقه طحين، وبنضاف عليه كمان ملكه نشا، وبنضاف عليه كمان حبه بيضه، بس الواحد حب اللي بده اياه. أنا ضفت هسا. طب هلا شو مبدا البيض؟ يعني في كثير ستات على فكره بحطوا بيض، بس انا مش قادره افهم شو البيض. انا كمراشد بحب اني احط الطحين لانه البيض بعمل زنخه. انا هذا رايي في الموضوع. ما بعرف انا غير. احنا خلينا بالمفيد نحط الطحين، الطحين معلقه نشا كلياته بيزبط على بعضه لحتى يشدوا اللبن. كله بيشد طبعا. اكيد طبعا شد اللبن. هيك نعمل تخفيقه له. نعم. ونضيف عليه نص كيلو من الشنينة الرايب. بتجيبيه بالوزن ولا بتجيبيه مقلب؟ لا بالوزن. بالوزن ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الشنينة بعدين الشجرة. بسم الله ما شاء الله. ما أسكى على الحامض جدا، ما أسكى على المنسف. حلو، الامور تمام. حبيت مطبخنا طبعا؟ اكيد انت بنحبه. احنا حبيناك للامانه الصراحه. الله يسعدك. هيا رفوع واحسان، اهلا وسهلا فيكم. ما شاء الله عليكم، ذكرتونا باكل ستي
الله يرحمها وأنا دائما بالغربة، وبياض الثلج العزام، وهدى كريشان، وأم ثامر المجالي، كل شيء من أطباق الفلسطينية مميز ومتنوع، إضافة إلى شكرا على تقديم سيدات منتجات مميزات، شكرا لكل كادر يوم جديد، الجنود المجهولين والمبدعين جميعا، تحياتنا لكل فريق العمل. أنا شغلت الغاز، قولي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أرقام الاتصال والتواصل معنا من خلال الاتصالات المباشرة عم تظهر أمامكم. أهلا وسهلا فيكم، كثير بكون مبسوطة لما أسمع صوتكم وأبلش نهاري معكم، أكيد لا غنى عنكم جميعا حبايب القلب. هسه لازم نترك التحريك ده نحرك فيه عشان ما يتكتر وما بفصل كمان. أكيد طبعا. إن نشرنا اللبن من دون ما منحركه بفرفط وبعطي زي اللي حلو. أنا اليوم بحب المصطلحات، إذا دشرنا اللبن خلينا نسن اللبن، خلينا نسن اللبن اليوم نسن اللبن أحلى إشي، أحلى إشي والله، بعد أيام زمان ما في أيام البركة إن شاء الله ترجع إن شاء الله يا رب. أبو مراد العصيري وقصي عساف، مها، إن شاء الله أكون حكيت الاسم صح، يا مها محمد، وصباحك ورد وفل ياسمين، عامر أبو جاموس وإسماعيل الشاطب، بدنا نصبح عليكم جميعا، والأرقام عم تظهر أمامكم من جديد. أنا رح أحرك عنك هلأ، إيش بدنا نعمل؟ بسم الله. تحبي أحطه على نار أعلى؟ أكيد يلا على طول، حاضر أمرك. والرزات جاهزات، هلأ إيش بدنا نسوي؟ العجينة نعمل هلأ العجينة، يلا قولي يا رب. طبعا احنا العجينه بهالمناسبه السعيده في عنا طحين الجمل، وطحين الجمل اسم كثير قديم بالسوق الاردني كمنتج غذائي، في منه طحين الزهره، في منه طحين متعدد الاستخدامات، بالاضافه عم يظهر امامكم الكيس البني طحين اسمر كامل، الكيس الاصفر متعدد الاستعمالات مدعم بفيتامين د، في طحين البيتزا اللي هو بيزبط لكل انواع المعجنات، وطحين متعدد الاستعمالات اللي هي لكل شيء تمام. اما بالنسبه للسميد فالسميد موجود منه كل شيء، احنا رح نستخدم طحين الزيرو، او اذا بدك تستخدمي طحين الزهره متوافر بجميع الاسواق والمحال التجاريه. يلا صبي الكل، ايش اساعدك؟ انا جاهزه هسه نضيف الطحين ان شاء الله. خلينا نشتغل هون، شو رايك؟ تمام يلا عشان الكاميرا تضل معنا. بدك اياه جاهز؟ يلا ستي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا حبيبتي. طيب نزلنا الطحينات حسب المقدار اللي اعطيناهم اياه على الهواء مباشره. اكيد. وضفنا الملح، ملح من الكسيح، من الكسيح. طيب حطينا ملح من الكسيح، بعدين لازم نحرك الطحين نتجانس مع بعضهم عشان ما يطلع شيء مالح شيء مش مالح. تمام. إذا حطينا طحين وملح. بدي بلش استعجن. طيب هلا ماء فاتر؟ ماء فاتر. تمام. هي تقريبا زي عجينة العويص، ما فيها خميرة. ما فيها خميرة، ما فيها طحين وملح. والله حتى مكانه يوزنوا هالستات، حط الشامع المغربي والسلام والبركة من الله. خلينا نحرك اللبنات لا تزعل علينا هلا شفاء. من الكلام. طيب خلنا نشوف، يعني 426 متابع على الهواء مباشرة، الله يسعد صباحكم، 430 مرة نفر نفر. قصي عساف صباح الورد يا قصي، وأحمد علامات ورزان جميل، برنامج بفش القلب، تحياتنا لكم أكيد. والله نفسي أعملها من زمان، وابتهال الترتير من رام الله، ورزان جميل منورين. يا سلام ريحة الشنينة، من وين جايبتيها؟ بدون أسماء بس المصدر. المصدر؟ من صباح. يا سلام، صباح الخير يا أم مؤيد. هلا هلا، صباح النور حبيبتي، كيف حالك؟ أهلا وسهلا، نورت بالطيبين. يعطيك ألف عافية يا رب. الله يسعدك حبيبتي، عافي قلبك. قولي يا ست الكل، تفضلي. يا حبيبتي يا علا، بس أنزل الششبرك باللبن بصير زي الطين، زي العجين، ما بعرف ليش. بصير زي الفطير؟ هيك عجين بحجن كله مع اللبن. نعم ستي، قصدك انها بتشتش العجينه فبتفرط فبصير خبصه في جوه الطنجره صح؟ ما هي لا ما بتفرط. هي زي ما يعني جبت عده انواع ششبرك، مجرد ما يغلي اللبن وانزلها بتطيح بتطيح بتصير زي الرايب زي ال. نعم ستي، هلا هلا بنترك الجواب للست شفاء وبعدين انا راح اعقب. ابشري ام مؤيد. حبيبي صباحك ستي. بتعرف هي لما تحط الششبرك بتحطه باللبن مغلي سخن؟ راحت ام مؤيد. طيب احنا
هي هلا سامعتنا رح تسمع جواب. تفضل رح اترك لك مجال. اذا حطت اللبن سخن ما مش رح يفرفط ولا رح يعمل معها شيء، بالعكس رح يغلى ويطلع الفقاكيع لفوق، هيك اعتبره هيك استوى ششبرك. اما هي عندها مشكله بالعجينه. هي المشكله نعم بالعجين وليس باللبن. بالعجينه مشكلتها، مش مشكله اللبن، اللبن احنا بنضيف عليه. طب على بالك ليش ممكن تشتش العجينه او حتى تفرط او تصير معها يعني مش شكل حبات الششبرك الموجوده باللبن؟ بتبكى مش طريه، ما عطي كثير كسو بالشغل. عرفتي كيف شفت؟ نعم، يعني قصدها تقول انه العجينه مش صح، فام ايد تابعي معنا تحضير العجينه، يعني هي مشان هيك بقول لكم احنا طبخنا مو سهل، هو السهل الممتنع، يعني طبخنا سهل، مقاديرنا سهله متوفره، ولكن المشكله فيها انه غلطه واحده ممكن أكيد تقلب كل قوام العجين. هلا حطيت شويه زيت للطراوي، انا بحط طراوي لها يعني. نعم. انت بتعرفي أكيد. كل ما زاد الجيل كل ما دلعنا الاشي. نعم ما بضل اشي على التراث. أكيد كل شيء يعني بتغير. بدنا نواكب. فإحنا يا أم مؤيد أول إشي عشان أكد المعلومة للجميع، اللبن لازم يكون سخن، مشان هيك أنا أو هي سنت اللبن وإحنا ما زلنا عم بنحرك فيه. بالإضافة إنه العجينة بدك تراقبي موضوع العجينة، يا بتعمليها طرية كتير عم تشرب السوائل وتشتش، وغالبا ممكن تعمليها قاسية كتير فبتسحب السائل، بس غالبا أتوقع أنها عم بتطر العجينة كتير. معنا كمان اتصال. صباح الخير يا فطوم. صباح الخير. صباح النور والسرور. كيف حالك؟ أنا منيحة يا فاطمة، كيف حالك؟ كيف أمورك؟ والله الحمد لله تمام، حبيت أصبع عليك. الله يسعدك ويسعد صباحك الحلو، نورتينا ست الكل. أنا من متابعينك. أنت راس المال. الله يسعدك يا ربي. حبيبتي قولي يا فاطمة، حاسة في بقلبك كلام، احكي الهوى معك. والله أنا بصراحة بحبك كثير وأنا من متابعينك. الله يسعدك ويديمك، سلامي إليك وللأهل وإن شاء الله بتضلوا بخير وسلامة جميعا يا رب. الله يسعدك. الله يسعدك ست فاطمة، أهلا ستي نورتي. هسا احنا عجناها، هسا جاهزي اللي هي لازم ترتاح لها شوية تقريبا عشان تريحنا بطريقة المد. المد طيب هلأ إيش بدنا تمام. نسوي؟ رح نحضر اللحمة، شو رأيك؟ تمام، أبنى خليها هيك ترتاح شوي. يلا خليها ترتاح شوي ورح نحط اللحمة. هاي عندك اللي هي الزيت تمام، وهي البصل وهي اللحمة. طبعا اللحمة أنا كتير انبسطت إنها سحب السوائل لحالها، وبعدين رح تدبل البصل. هي الزيتات عندك وهي البصل والبهارات، وخلينا نشوف مين معانا كمان. أم خالد الشريدة أحلى وصفات، بدنا بوزة. رح نعمل آيس كريم إشي مرتب. معاكم سائدة العساف، أحلى صباح لإلكم وشفاء فنانة بمعنى الكلمة. هاشم العمري، برنامج كتير حلو عم نستفيد منه خصوصا بالوصفات الشعبية. حمزة صوالحة، أحلى صباح. أحمد خواجة، صباح النور، أنا متابع جديد على البث وعلى التلفاز بالوقت الحالي وعم يتابعنا والله أعلم أحمد من خارج البلاد. نضيف الزيت الكلي النباتي. ومنادر الجعبري، الله يسعد صباحكم، تحياتي من الخليل، بعشق كل الأكل الفلسطيني. ومجرد الضيف ما تتلفظ بحرف الكاف، زيت الكلي كليناها. لا ما لهجتك بتجنن. رجعت أم أياد، قولي يا أم أياد معك. هلا يا حبيبي. يا حبيبي أنا عمري ما عجنت، أنا بجيب تاعت نبيل الجازة. تبعت يعني ششبرك نبيل الجازة بجيبها أنا دائما، وأنا من أصحاب الششبرك، بس انه بتزبط كيف بتصير. نعم العجينه الجاهزه ما بتزبط ست الكل، الله يقويك ويعطيك الصحه ويقوي ايديك ان شاء الله. مع موضوعك شويه طحين، عجين عويص، طحين رش عليه رشه الملح والمي ويعجنيهم براحه ايدك، ايدك دائما احن على العجين، بالتالي بهذا الوقت انت بتقدر تحسي رطوبه العجينه. خليها ترتاح ومديها وجيبي هالجارات حواليك او حبايبك او يعني راس المال اللي حوالينا هالحبايب بمدوا معك وبيعملوا احسن بألف مره من الجاهز. حبيبتي الف شكر لك يا حبيبتي. الله يقويكي ست الكل، يا ريتك قريبه علي انا بساعدك، ابشري. يعني الرقم عم يطلع 700 تحيه ل 700 حدا والله. شوفي متابعيني حبيبتي القلب. طيب هون حطيتي بصله مفرومه نعم، بس انا لاحظت انك انت زايده شوي نسبه الزيت. اكيد انت بتحبي الزيت بالحشوه؟ لا هي زادت معي. اذا هيك اوكي. لا احنا سؤال يعني انا بهمني كمان السؤال. الستات صراحه تاخذ الصح ولا كلهم ما شاء الله بيطبخوا عنهم احسن منا بألف مره. أم أحمد الله يسعد صباحكم جميعا، وأم حسن علي العواملة، منال الخلاوي، سؤال بتضيفي مع الطحين حليب؟ لا طحين وملح ومي فقط. يلا على الشمالات انت قولي ألو، انت استقبلي الاتصال. ألو صباح الخير.
صباح الخير. يسعد صباحك. تفعله كيفك؟ أم محمد بتقول لك أنا وين متصلة؟ ليش صوت الشفة تغير؟ لا والله عارفة. الله بحييكي أنت وضيفتك حبيبتي شفعولة. الله يسعدك، تحيي بالدوم إن شاء الله يا أم محمد. كيف حالك؟ الله يسعدك، الله يسعدك. أنت مبدعة ما شاء الله عن جد، والله إنك فخر عن جد ما شاء الله عليك. فخر فيكم والله. الله يسعدك. الله يسعدك. سؤالي لحضرتك تفريز الدوالي، أنا شفتك على لما على الستوري فرزتي مباشرة. نعم. بتغليه بعد ما تطلعيه من الفريز ولا ايش؟ ولا بتخليه بتتركيه ليذوب الثلج او ايش؟ هلا بجاوبك فورا. الله يسعدك يا ام محمد عشان الله يسعدك كلك زود. انكم انتوا راس مالنا، بكره حبيبتي. جزء من حلقه غدا هديه من مطبخ التلفزيون الاردني لعيون ام محمد من اربد، بكره تفريز الدوالي على الهواء مباشره لعيونك. اتفقنا؟ راحت أم محمد. طيب احنا رح أعقب على سؤالك أجاوبك، ولكن بكرة كمان رح نطلع فيها هيك تقديرا لقيمتك الكريمة وحبا باتصالك معنا. الورق الأخضر، احنا عملنا حلقة صراحة ما بحب أنا أعيد إشي من أي محتوى أي حلقة عشان ما أخذ وقت الجمهور وحقهم بالهوى، لذلك رح أعيد جزء بسيط فقط. بمطبخنا الكريم خلال 4 سنوات حضرنا 4 طرق مختلفة لتفريز ورق العنب. حضرنا مكبوس بالمرتبانات زي اللي بتشوفيه بالمولات على الرف، وحكينا كيف المرتبان بنضل نضغط نضغط بنحطه وهو مسكر جوا المي المغلية، وبعدين بنقلبه على وشه 2-3 بصير من جوا زيه زي المخلل. واحد ممكن تعمليه بالأناني ضغط زي طريقة أهل فلسطين تحديدا، وممكن نعمله اللي هي رول، أنا بسميه لام. هاي طريقة الرول، بتجيبي ورق الدوالي تحطي الرول الشفاف تبع تغليف الأكل بتلفيه أخضر بدون غلي زي ما هو أخضر، بتحطيه لام بالفريزر. هلأ شو بصير بالفريزر؟ بصير فيه تلج، التلج بيحفظ ورق العنب. تاني يوم أنا صراحة رحت طبخت بالبيت طبخة محاشي، ما بتسلقيه بتحطيهوش بمي على النار، تغلي مي وبتحطي القلم أو الرول تبع الدوالي بالمي، بتنزل عليه المي المغلية فبفك معاكي وبطرى. هلأ ليش بطرى وما سلقته؟ لأنه أصلا أنا جايبة ورقة ملسة عملتها بوقت التفريز، ما جبت ورق أصلا خشن من أهله، بالإضافة أني أنا استخدمت ورق الغور، فتحياتي لأهل الغور جميعا. يلا معنا اتصال. صباح الخير. يلا صباح الخير يا أم مشهور. أهلين أهلين فيكي. هلا والله نورت. كيفك أنت وضيفتك؟ أنا والله مشتقيت لك يا أم مشهور. شربتي قهوتك؟ كيف عافية. أهلين. الله يسعدك. أنا بالنسبة لي بعقب على العجينة. تفضل. اللي عجنتيها اللي عجنوها. نعم. للششبرك. الششبرك بنحط 2/3 طحين قمح. نعم. على أساس ضل في مسامات. نعم. أنا ست ما بعمل الششبرك. نعم. أنا بعمل الششبرك على نوعين. على نوع مع مية بندورة. وعلى نوع مع لبن. مية البندورة أنا بجدلها جدل زي بطن الحية. نعم. وبقلل مية البندورة تقلاية بسمنة. وبطفي عليها مي السخن وبحط مي بحط عليها مي. ما شاء الله عنك، ما شاء الله عنك. الله يقويك ويعطيك الصحة والعافية والهنا يا رب. بس كل ما كانت العجينة فيها طحين قمح بضل أفضل. نعم نعم. أهلا وسهلا فيك ست الكل. طحين القمح كتعقيب على كلامك، صراحة للصحة جدا مفيد، للمعدة جدا مريح. على المستوى الشخصي يعني أنا بأيد صراحة وجود طحين القمح، لأنه نوعا ما كمان بيخلي العجينة تشد في داخل السائل. ولكن في ناس ما بيحبوا طحين القمح، في ناس عندها مثلا أطفال بالبيت، مشان هيك دايما أنا بقول كل وإلبس وأطبخ على ذوقك مش على ذوق أي حدا. فأنا مع اللي بتحب تضيف طحين قمح برضو كمان بيزبط. اللبن سنينا واللحمات معانا جهزت، ايش راح نبهرهم؟ ملح وفلفل بس؟ حطيت معلكه ملح ومعلكه فلفل اسود. معلكه فلفل بس، صح الكلام؟ فقط، ما بدك بهار ولا بدك ولا ولا بدك شيء. يلا انا بحرك اللبنات، راح نحضر نشوف العجينه ارتاحت. هلا هي راح تحضر لنا اياها بطريقتين، الطريقه اللي انا وياكم كلنا بنعرفها، بنمد وبنقطع وبنحشي وبنلف، وفي طريقه ثانيه باستخدام اداه موجوده بمحال الادوات المنزليه اللي هي زي خليه النحل. بدنا نشوف كيف طريقه استخدامها، راح تعلمنا عليها اليوم شفاء جبريل كيف نستخدم هاي الاداه بتقطيع العجينه. يلا ستي اذا بدايقك الجلوفز لا تلبسي، هي غسلت وقصت اظافرها وامورها تمام، فبراحتك انا ما راح اضغطك. هاي اللبن كمان جهز ما شاء الله.
يلا ستي رح نشتغل بي هسه بتحبي نبلش في هذه ونعمل يلا رح نشوف حبة بحبة قبل الفاصل بشكل سريع أكيد يلا هذا الشكل على طريق السداسي هذا بنعمل فيه ششبرك أكتر إيش اللي بيستخدموه الموظفين هذا اللي هنا بتريح أما إحنا كشغلنا إحنا بنحب الشغل الطواقي اللي إحنا على طريقتنا نعم إذا هاي هي الأداة موجودة بمحل الأدوات المنزلية في معنا اتصال من زلمة طيب ألو صباح الخير يا صباح الورد الله يعطيك الف عافيه ابو راشد عمرك سمعت هالصوت اكيد ابو راشد ابو راشد دري بالك وفي اغلى من ابو راشد صباح الخير سيدي كيف حالك شو اخبارك صباح الورد الله يسعدك يا رب حياك الله الله يسعدك صباحك سعيد ان شاء الله الله يسلمك ويسعدك يا هنيالك بهالست الكريمه ما شاء الله عنها الله يسعدك والله يا ام راشد عزيزه وغالي علي وكل الدعم لها يا ام بدر الله يسعدك ويطول عمرك الله يسعدك يا رب الله يكرمك ان شاء الله بتضلوا لبعض الله يسعدك ابو راشد خجلتها يا زلمه خجلتها لا ولو ام راشد يا الله يسعدك ابو راشد الله يسعد صباحك الله يسعد صباحك نشتغل عشان ابو راشد رح يضيع لي الحلقه اليوم ابو راشد صباحك سعيد الله يعطيك الف عافيه ان شاء الله بنسلمك امانتك بعد نص ساعه الله يسعدك سيدي ويطول عمرك يعني الله يتم عليكم جميعا ودائما يديم الوفق والمعروف بين الستات والرجال وتضلوا هيك كلكم دائما ايد واحده وحبايب شيء بفرح القلب والله طيب احنا هلا رح نتعامل مع العجينه ورح نشوف بعد ما ريحتها كيف بتتعامل معها استخدمت الطحين لحتى تساعدها صحيح الطحين طبعا نعم عشان تساعدنا ايوه بالرك كل قديش بتطبخي ششبرك في البيت والله يا شف انا طلبت بتشتغلين بالتواصي انا بشتغل بالتواصي ما شاء الله انا تقريبا في الاسبوع بعمل 3 مرات 4 مرات قديش تعملي كميات تقريبا بالطحين كيلوات 3 كيلو 4 كيلو بنفرزهم كل كيلو تفريز بنفرز وبنبيع للمعلمات وبنبيع للموظفين حلو وانا عامل هذا المشروع في بيتي يعني ما في اي ما في اي مجال ثاني يعني اني مثلا اودي مثلا منتجاتي اغرى فالحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الله يكملها بالستر ان شاء الله يعني. ولي معلماتي ولي احبابي نعم قرايبي ان شاء الله بيضلوا لك والله انت راس المال انت راس المال الله يديمك يا رب الله يسعدك طيب خلينا نشكل احنا بشكل سريع قبل الفاصل رح نستخدم هاي الاداه من عند اي محل ادوات منزليه رح نحطها نحط عليها العجينه تقريبا بسمك 1 سنتي اكيد تمام هلا هي عم تضغط على العجينه لحتى تاخذ الفورم صحيح أو الشكل وين ما نحط اللحمة اللحمة يلا ست الكل هيك أحسن هيك هاي المعالي أيوة يلا هلا احنا جوعنا ابو راشد واليوم رح خليك تطبخي له ششبرك والله يا شف انا بدي اغششك قولي ابو راشد ما بحبها عنده بحكي لي هاي مش اكله رئيسيه هاي والله هادي عجين انا ما بحب العجين أذواق سبحان الله ان شاء الله بتضلي له بتضلك تعملي له الله يسلمك اذا هي ضغطت على العجين هدبت بايدها على العجينه لحتى تاخذ مكان كل لحمه او كل حبه لما بتحط الحبه عمالها عم تنزلها للاسفل لحتى تعطي مكان انها تاخذ مكانها اللحمه بداخل العجين تمام بعدين بنضيف عمل كمان قطع ما بنعملها كلياتها ولا نعمل كمان قطع صغيره لا بنعمل هون فوق ها عشان ناخذ بس الشكل يعني المبدا كيف الستات تستخدمها بدك تلبسيها كمان عجينه من الاعلى اعملها قصه من هون بنقص من هون تمام هاي سكينه يلا اصغر ناخذ العجينه يعني انت بدك تعبي كل الـ هي تقريبا 35 حبه 35 حبه بتعطينا بتجيب العجينه وبتغطيها فوقها وبعدين بس هنقطعها بدنا نظبطها في الشبرة في الشوبك ايوه والله سمحت يلا امرك شكرا يلا حبيبتي تمام رح نمد العجينه ونغطي فوق الحبات يعني والله شيء مجهد مش شيء سهل ابدا كتاف وايدين وعضلات الله يقويكم يا رب فبنشد عليها هيك عشان تعطينا الشكل انا بفكهم دائما عشان في بعض الشغل بده شوبك اقصر فبفك الايدين مدبر حال ايوه بدها تضغط عليها لحتى تقص كل حبه وحبتها ضغط عشان يعطينا الشكل السداسي هلا هي صراحه مش نفس الشكل اللي احنا بنعمله الطقيه لا احنا بنعمل الطقيه حكايه شعبيه الطقيه بس صراحه يعني منيحه
بتحل مشكلة. هي بتحل بتعمل بحكيت هي أساسها هاي للموظفين مش أكثر يعني. ولا هذه الجيل هذا يعني سداسي ولا طي ما كله جوج برك بده يتاكل خلاص أكيد. تمام خلينا نشوف شكلها كيف طلع. أيوه عشان نعرف القصة. يلا خلينا نقلبها على السريع نشوف كيف شكلها وبعدين شوي رح نحشي كمان واحدة شكل لازم يطلع لنا الحواف يبين معانا عشان نقص نعرف انها اول ما نكبسها تطلع. نعم يعني ها كيف خلينا نكمل. الله يا سلام ايوه هاي هذا هو شكلها. نعم بعد ما مشت عليها الشوبك وقصت معي كل حبة وحبتها بهالشكل. طيب قبل الفاصل على السريع السريع يعني اقل من دقيقة بدنا ناخذ حبة ونعملها طقية زي ما احنا متعودين على الشكل التقليدي. ايوه نفس الحبة احنا بنعمله بالركو وبالكاسة او فنجان القهوة. ايوه بالفنجان تبكي حبتها صغيرة أحسن تبكي حبتها كبيرة. أيوة. لأنه على اللبن بتنفش. رح نسكرها زي حبة القطايف. أيوة هي. أيوة أنت ثبتي إيدك الكاميرا بتركض محلك. أيوة أيوة تمام. لا رح نعيد خلينا نفكها. عملناها زي حبة القطايف صح؟ أكيد. بعدين إيش رققنا الأطراف رح نلف الطرف نلف بالطرف. الطرف أيوة يا سلام صار معي حبة ششبرك على يدي. أيوة تفضل. هاي يا باي مصغرها هاي بدها واحدة شو طويلة بالي بشكل احنا ناكل شو صغير عشان ما ينتج. يلا فاصل ورجعين. هلا احنا ايش بدنا نسوي انت بتنشفيها بالفرن بعد ما بخلص زي هيك حتى بورجيهم بالله يا شيخ. تفضلي ستي بنشفها بالفرن. بنشفها بالفرن كم بنشفها بنعمل هيك زي رشة زيت زيتون رشة عشان ما تنحرق. نعم الشيب وبنحطها بالفرن. هيها راح ننشفها بالفرن وبعدين راح ننزلها على اللبن. بعد الفاصل بتكون نزلت باللبن لحتى نحضر احنا وياكم صينيه الازحه. استنونا سلام. رجعنا من جديد وزي ما انتم شفتوا هلا حطت الملح عشان يشد معانا بزياده وتضبطي مقدار الملح. وحطت كمان اللي هي القدحه اللي هي عباره عن سمنه وكزبره سمنه بلديه. سمنه بلديه الله انا بقول شو اللي خطف قلبي هلا اعرفه. سمنه بلديه وكزبره مفرومه خشنه خضراء بالاضافه ل اللي هي بودره مرق الدجاج. عم تحركهم بكل قوه مؤيد ان شاء الله عم تشوفينا بكل قوه. ما فرط ما تشتش ما خرب بالعكس منظره برد الروح وبفش الغل. لذلك دائما عجين البيت كثير احسن بألف مره من عجين المخابز. وللتنويه بشكل سريع المخابز تستخدم فيها الخميره الكيميائيه فيها الخميره الطبيعيه فيها نسبه سكر فيها محسن عجين بدها ظروف معينه للعجين موجوده بالمخبز مش موجوده في البيت. لذلك تبعت المخبز بتزبط في المخبز بس بالبيت ما بتزبط. تمام تمام يلا رح نخليه يغلي وناخذ مقادير الكزحه هيك انت بتقوليها الكزحه. ايوه الكزحه الفلسطينيه على اصولها باستخدام القطر. المقادير على الشاشه
لتحضير الأزحة الفلسطينية بالقطر بدنا كوب سميد خشن من سميد الجمل، نص كوب سميد بلدي اللي هو القمح، كوب ونص من طحين القمح ومعلقة كبيرة من الخميرة، نص كوب من السكر، نص كوب من الزيت النباتي، كوب من حبة البركة أو اللي هي الأزحة السائلة أو معجون الأزحة زي ما بتسميه سميه، كوب ماء فاتر وكوب طحينية لدهن الصينية من الكسيح، سمسم ولوز ربع أكيد. أما بالنسبة لعيار القطر فهو عبارة عن كوب ونص من السكر وكوب ونص من الماء بالإضافة إلى عصرة ليمون على القطر. يلا ست الكل، يلا بسم الله، رح نحط المقادير وأنا رح أسكب لك الطبخة. بصير اسمحي لي نضيف السميد الخشن أيوة والسميد الناعم بطحين القمح، هاي بنحب نعملها بطحين القمح أكثر من طحين الأبيض، وحتى قوامها أحسن بألف مرة بيكون. معلقة خميرة أيوة تمام، ورشة سكر، رشة سكر تقريبا، معلقة صغيرة ملح تمام، نستخدم مع بعض ملح الكسيح، ونصبح على كل شركائنا بمطبخنا الكريم، الله يعطيهم ألف عافية جميعا، وإن شاء الله دائما إلى الأمام للجميع إن شاء الله. طبعا هي بتحط رز أبيض مفلفل، ممكن تعملي رز بالشعرية زي ما أنت بتحبي في بيتك وزي ما بحبوا عيالك. صباح الخير يا أم أحمد. حبيبتي كيفك يا ست علا؟ يا هلا يا هلا، نورت حبيبتي، الله يسعدك، نورك نورك، نورت براس المال، اهلا وسهلا. الله يسعدك يا ربي حبيبتي، ما شاء الله عليكي، انا معجب فيك كثير 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 وباكلاتك الحلوه حبيبتي. الله يخلي حبايبك واولادكم ان شاء الله يا رب. الله يسعدك يا ربي، الله يرضى عليك يا حبيبتي. قولي يا امي تفضلي. يا عمري معجون الفليفله منين اجيبها ست علا حبيبتي؟ معجون الفليفله صراحه موجود في اي مول او في اي محل مكتوب عليه دبس فليفله، بس انا ما بفضل تشتري اللي بالمرتبان، اشتري اللي بالوزن بالعلبه يا امي، روحي من عند ثلاجه الدلي اللي هي بتبيع الزيتون واللبن بلوئيه زي ما بنشتري لبيوتنا من هناك، قولي له اعطيني دبس فليفله، اذا قال لك حلو او حار خذي الحلو، لانه الحار في منهم بحطوا معاه فلفل حار. وانا على السوشيال ميديا على الانستغرام عندي على الستوري بدلكم انا من وين بجيب، امرك يا امي حبيبي، او ابعثي لي عنوانك وانا ببعث لك، جاهزين والله حبيبتي. تسلمي يا عمري، الله يسعدك، تدللي الخير عندنا وعندكم ان شاء الله جميعا. يلا رح نرجع لشفاء جبريل قبل ما تغشنا ونشوف شو عملت، لانه صراحه وصفتها كثير زاكيه ومدوزنه صح. حطينا الطحينات والسكر والخميره وبعدين معجون الأزحة، طحين القمح وحطينا معلقة خميرة وسكر، وهذه معجونة الكزحة احنا بنعملها ما بنجيبها من الكسيح، هي الكسيح منتجات الكسيح موجودة بس بنفضل هاي اللي نعملها الكزحة عن طريق السمسم، السمسم والكزحة وطحينية وزيت السيرج. مظبوط، انا عشان امن لهم هيك يكونوا مرتاحين احنا في مطبخنا سويناها من الصفر، جبنا زيت وجبنا سمسم وطحنتها قدامكم وورجيتكم. اذا بدك اكتبي مقادير الازحه الفلسطينيه على اليوتيوب مطبخ يوم جديد بيطلع لك كيف حضرنا معجون الازحه، او اذا بدك بتجيبيه من السوق، انا عن نفسي بحب تجيبه من السوق، بعض الاصناف ممتازه جدا بزيت السيرج او زيت الزيتون. ليش بحبها من السوق؟ لانه طريقه تحضيرها بتكون صراحه بتختلف بقوام العجين ست الكل، لانه مش الكل عنده زي الاداه اللي عندي وعندك تطحن صح تمام. مزبوط. يلا اساعدك، اعطيني اساعدك، ما فاتر ما فاتر، يلا ستي يلا. بسم الله، يعني كانت ست تقول واحنا بنعجن العجين بحبش الصيت، اسكتوا يا بنات وهي تعجن نقوم نروح، ما يعجبنا الكلام انت مع هالحكي انه العجين بده جو معين؟ جو، انا ما بقى اشتغل في البيت وعندي شغل وهيك، ما بحب صوت في صوت في البيت، ما في دوشه ما في ازعاج، لانه بصير في عدم تركيز، عدم تركيز. اذا احنا اللي بنقوله انه كان قصدهم الستات زمان عدم تركيز بتضوج الحجيه طول النهار شغل اولاد وعيال. يا طب اذا ما بدهم يحطوا ماء بدهم يحطوا حليب مثلا، شو رايك؟ بصراحة عمري ما استخدمت الحليب بالكزحة، خلي كل شيء على أصوله أتسكا. أكيد عمري ما استخدمته. طيب لونها بيعتمد على كمية الأزحة المضافة مثلا، الكمية
مكوب مصبوب اكثر. وانت شفتيها انت لسه لونها فاهي بدها كمان كزحه. لونها فاهي يعني لونها فاتح. تزبطي. هو برضه كمان الطحين القمح شوي بغير لون، فاحنا ونحن بنعجن بجوز انتبهوا الستات معنا كان لونها على بني الخلطه. لانه فيها كانت طحين كمان. البركه من الله. هاي الصينيه حلوه صينيتك عجبتني. تعيشي وتستخدميها، ما يستخدمها احسن منك ولا اغلى منك. حطينا الرزات المفلفله، بنحط لك جايبه لنا كاجا ولوز ومشخصه اليوم شفاء. ها وهي اللوزات. شو بدك احط لك كمان؟ احكي لي اموريني. انا بدي احط طحينيه هون. طحينيه لازم ندهن الصينيه. طحينيه رح نجيب طحينيه الكسيح ونمسك الغطاي زي دائما بايدينا، عشان اذا في حدا ثاني غيرك بيشتغل في المطبخ ممكن يجيب الغطاي وكبسها كبس، لما تيجي تحملين من الغطاي توقع. وبعدين ضروري الخلط لحتى السيرج اللي فوق يتحرك مع السمسم المطحون تحت، فرح نجيب طحينيه تقريبا معلقتين كبار. ليش بنحط طحينيه تحتها؟ هي عشان ما تلزق. طب وده حطوا زيت؟ تزبط ما بتلزق من بعد امرك. لا اذا بتسمحي لي. الطحينيه بكل الحلويات الشرقيه على درجه حراره الفرن بصير لونها على بني. ايوه الازهى لونها اسود بالفرن. طب انا كست بيت شو بيعرفني انا استوت ولا لا؟ طب ما هي سودا. نعم فالطحينيه بتغششني. الطحينيه بصير على بني وبتنشف على حواف الازهى، فهيك بتغششني انه هي انخبزت صح والدرجه المناسبه من التحمير. هلا انت بتخمريها بنفس الصينيه؟ يلا بخمرها وبقطعها نفس الصينيه. يلا خمري وقطعي وخذي راحتك. انا رح احط الكاجو على الرزات زي ما بدها عشان تكون مرتاحه بطبقها. يا سلام. اسكب لك الششبره كمان. هو جاهز. الله على السمن البلدي. السمن البلدي هيك بقلب كل موازين الطبخ. هاي الرز بسم الله. بتحبيها خميلة ولا بتحبيها تكون شوي رقيقة مثلا؟ في ناس بحبوها رقيقة جدا. في ناس بحبوها خميلة، في ناس بحبوها رقيقة. انت مع شو؟ انا مع الوسط. بين البنين. مع الوسط. بالنص. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. طيب مديناها. قديش بتخليها ترتاح تقريبا المده؟ بالصيف تقريبا ربع ساعه مش اكثر. اما بالشتاء بدها تقريبا ساعه. نحن بنتكل فيها من خميره. بس انت مش مع اي اضافات زي اللبن الرايب وزي هاي الامور؟ لا 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 اعطي الاشي خلص طعمه أكيد. طيب أنا بدي أدوق اللبنات لأنه شكلهم زكيات، ريحتهم بتشهي القلب. صحة الله. حموضة الشنينة زي ما توقعت، حامض بشهي. طيب هلا أنت مديتيها بتقطعيها وبتخمريها ولا بتخمريها بعدين بتقطعيها؟ لا بحب إني أقطعها قبل ما أخمرها. يلا. التخمير احسن لان تقطعيها احسن من معك احنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هم بيقطعوها زي ما بدهم، شكل النجمه مثل صواني الكب الحلبيه، بتقطعوها مكعبات اقلام زي ما بيحبوا. احنا بالمطبخ ما بعرف اذا شفتي حلقتنا برمضان صبيتها معمول. حشيتها ومن جوا بتنحشى حلقوم. حجيات الفلسطينيات القدام بحشوها حلقوم لانه هو الازحى فيها شويه مرار. فيها شويه مرار. نعم. وفي ناس برشوها من برا سكر ناعم وخليناها للصغار. نعم خليناها نوع من انواع الضيافه بالعيد للي بيجيها حدا كبير بالعمر وشوي صحته على قده، فهذه كثير شيء مفيد. كنز يعني، هذا الصدر كنز فعلا. نضيف اللوز. اللوز بتخليه زي ما هو ولا بتنقعيه؟ بنقع احسن. نعم لما بتنقعي اللوز بالمي اذا بتسمحي لي ما بتحمر بسرعه، بتاخر عمليه تحميره. هلا انت حطيه ناي تحت الشوايب بتحمر، وصدر الهريسه البسبوسي ايا كان لسه ناي، فبالتالي انت خسرتي وخربتي شكل الصينيه. عشان يستوي ويضل لونه فاتح واشقر معاه مع الصينيه بتنقعيه بماء فاتر لمده لا تتجاوز دقيقه.
فقط، بتغير لونه زي اللي بتشتجي شوي، بتصفيه وبتحطيه. لما بتحمر بيكون غششك انه صينية الأزحة من الأعلى استوت لأنه لونها أسود، فعملية خبزها شوي صعبة لأنه اللون غامق. غامق بالضبط. فلما بياخد لون بصير على شعر، بتعرفي إنها أمورها بالسليم. أنا سكبت لك إياه زي ما بدك، تمام؟ راضية مبسوطة؟ يسلمك. يلا يا سلام. أي والله أبو راشد إنه ما لوش حق، الطبخة زاكية. هيزعل علي يلا. بدكم لوز ربع، ممكن يسووها بشكل الوردة كمان، بطلع شكلها حلو. بدك لوز نصاص، بدك اللي هو فستق حبيد، هل اللي موجود؟ نعم أفضل سنوبر. أي إشي أنا عمي سنوبر لا بقرب عليه ولا بشتريه ولا بجيبه. زمان نسينا. طبعا تسويه بشكل الوردة كتير حلو لما بتبقى طبختك مدوزنة. طبعا العين اللي بتوكل. بتبقى الست دايما مبسوطة بطبختها لما بتعمل طبختها على مزاجها على مرائها وبتقدمها بلمساتها الحلوة. طيب هلأ رح نروح فيها على الفرن، بدنا نخمرها بعدين رح نروح فيها على الفرن بعدين نقطرها. بنقطرها بنقطرها وهي سخنة ولو هي باردة؟ لا هي سخنة. والقطر؟ بارد. بارد تمام. سمعتوا شو قالت أم راشد؟ أم راشد بتحطها بالفرن وبتخبزها من الأسفل وبعدين من الأعلى بتعطيها وجه تحت الشواية، وبعدين شوفوا اللوزات ما انحرقوا معاها. رشة سمسم أنتي؟ رشة. طبعا اللي ماسك السمسم هو القطر. نعم هايفين ما أجملها. السمسم اختياري طبعا، هاي أمور اختيارية، ولكن لونها أسود فهي حبة تجمل الألوان وتعطيهم لون كتير حلو. شايفين الفرق بين اللي معي ومعها؟ القطر بدك تحطي السكر والماء على البارد، على البارد، وبعدين بنحط لنا عصرة ليمون. عصرة ليمونة. قديش بدك تخمريها تقريبا؟ جاهز القطر. تقريبا قديش بنخمرها؟ نص ساعة؟ نص ساعة. ثلث ساعة. لأن الجو أصلا حار، ما بدها أكثر من هيك. نعم. بتقطروها القطر بارد وهي سخنة، وتخليها تشرب قطرها وبتتركيها مش أقل من قديش المدة ليشرب القطر؟ تقريبا كمان نص ساعة، وأقل من لا تبرد. نعم. لأن قطعناها وهي سخنة بصير تفرفط الحبة. بتفرط طبعا. لازم تمسك. طبعا. يلا أحط لكم إياها على الطاولة كمان لحتى نشوف الأطباق، أما شو ريحتها غير شكل. الله يسلم إيديك وعينيك يا رب. صح والفعلا. تعيشي وتعملي. حبيبتي. أحلى كلام. تمام، احنا وصلنا للاسف لنهايه وقتنا لليوم، يعني حلقه ممتعه معاكي خفيفه الظل ما شاء الله عنك، وايدك خفيفه ومتكتكه وهيك ما شاء الله، الله يتم عليك ان شاء الله. يعني قبل الختام بدنا نختم بكلمتين حلوين، فقولي لي شو بقلبك شو بخاطرك، وجهنا على الشاشه واحكي اللي بقلبك. تفضلي. نعم ستي. يا بقلبي. قولي اللي بقلبك يا رب يطلع شيء. لا كل شيء حلو إن شاء الله. الحياة حلوة، الحياة متعة. نعم. فإحنا نعطي لأنفسنا حياة، وإحنا نعطي لأنفسنا بسمة وفرحة وإنجاز. وفي شغلة تانية، إذا ما إحنا اشتغلنا رح نضل تعبانين. نعم. الشغل راحة بركة وبركة. والشغل متعة، والشغل إنجاز، والشغل ما هو عيب، إن كان ست البيت داخل بيتها أو خارج بيتها بتكون دعم إلها ولأولادها ولزوجها. مش إنه الجوز مكسر، لا، تبكي الظروف، الحياة صعبة. نعم. بنحط فيها البني آدم، فلازم تبكي الإيدين إيدين واحدة متكاتفة مع بعضها، عشان انفكت الإيدين ممكن يصير شغلات من الواحد ما بتوقعها. وأنا بشكر كثير الشيف علا. حبيبتي واجبنا. بشكرك من كل قلبي. وإلك مساحة كثير بقلبي. حبيبتي الله يسعدك يا رب. شكرا لكادر التصوير، شكرا لكم جميعا، وعلى الاستضافة الحلوة اللي استضفتوني إياها عندكم. نورتينا نورتينا، صاحبة مكان. الله يسعدك. الله يتم عليكي وياخذ بيدك يا أم راشد، وتضلي لأبو راشد ويخليكي لهالبنات الحلوين معها. حبيبتي. بناتنا خلف الكواليس، وهذا حال كل سيدة أردنية، وين ما بتحطها بتيجي واقفة وقد الحمل، وفعلا خير السند لزوجها وأبنائها. فدائما الست القائدة في بيتها هي الست فعلا اللي بتنحط تاج على الرأس. الله يأخذ بيدكم جميعا، ودائما تكونوا من الأقوياء المشرفات إلنا وللمجتمع وكمان للعائلة. كونوا بأمان الله دائما. بدي أحاول هلأ أشوف لي طبخة تلبق على فقرة التفريز لأم محمد بكرة. استنونا بكرة بنفس التوقيت. إلى اللقاء. باي باي. مع السلامة حبيبتي. الله يعطيك العافية.